وللحديث عن مسيرات الأعلام الصهيونية والاقتحامات التي شهدها المسجد الأقصى وسط رفض فلسطيني لها، معنا من إسطنبول أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني الدكتور سعيد الدهشان. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف تقرأ ما يجري في المسجد الأقصى؟ إلى أي مدى يمكن القول بأن الاحتلال أصر على مسيرات الأعلام لتفجير الأوضاع المتوترة أصلاً؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث في مدينة القدس بشكل عام وفي نطاق البلدة القديمة وحول المسجد الأقصى يندرج في القانون الدولي تحت جرائم الحرب، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف للعام 1949، حيث تنص على أن أي أرض تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية من قبل جيش العدو تعتبر أرض محتلة وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، وبالتالي كل ما تراه أمام عينك هو استفزازات تندرج تحت جرائم الحرب منذ الرابع أو الخامس من حزيران عام 1967، وبالتالي إسرائيل تتمادى في دعم هؤلاء المتطرفين من المستوطنين وبحماية عسكرية من الجيش في استفزازات للمسلمين ولمشاعرهم، وهو انتهاك أيضا لاتفاقية يعني حماية المقرات والممتلكات الثقافية وأماكن العبادة، اتفاقية لاهاي للعام 1954، وبالتالي إسرائيل تنتهك أكثر من مبدأ دولي وأكثر من قاعدة دولية راسخة، وهي بذلك ترتكب جرائم حرب وفقا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998. نعم دكتور، يعني اليوم طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء قطاع غزة تزامنا مع مسيرة الإعلام، يعني إلى أي مدى يكشف أن الأمور يمكن أن تتدحرج لمواجهة عسكرية كما جرى سابقا في سيف القدس؟ برأيي الخاص إسرائيل تحاول أن ترمم ما بقي لها من هيبتها العسكرية. نعم. فيعني منذ أكثر من سنتين وإسرائيل يعني من مأزق إلى مأزق، سواء على المستوى السياسي أو العسكري. نعم. وهيبة الجيش الذي لا يقهر أصبحت خلف ظهور أطفال الحجارة في فلسطين، وبالتالي يعني هذا الجيش الذي يبيع منظومات لأنظمة التطبيع العربية أنه يمتلك أنظمات لا تقهر ودبابات لا تقهر و طيران لا يقهر، كل هذا سقط أمام بسالة وصمود شعبنا الفلسطيني في الداخل. ما يحدث هو في تقديري وبرأيي الخاص هو محاولة لترميم ما بقي من هيبة هذا الجيش والذي بنى روايته على القهر وعلى القتل منذ مجزرة دير ياسين عام 1948. لو رجعنا إلى الفلسطينيين كما ذكرت في هذا الإطار، إلى أي مدى يدرك الفلسطينيون اليوم أهمية إبقاء الراية الوطنية مرفوعة في القدس والمسجد الأقصى؟ ما تأثير ما يجري على هوية المدينة ككل؟ الحقيقة هناك حرب على الهوية من قبل السلطات الإسرائيلية تتمثل في حرب على كل شيء. نعم. حرب على الأسماء، حرب على الثقافة، حرب على الشوارع، حرب على الاستيلاء على العقارات سواء بالتزوير أو بوضع اليد أو بهدم العقارات بحجة عدم أخذ ترخيص، وإذا ذهب الفلسطيني للترخيص يقبل ما نسبته 7% فقط من الطلبات، وما دون ذلك يدفع يعني ضرائب باهظة تكلف مقدار البناء كاملا، وبالتالي أنت أمام خيارين، إما أن تبني وإما أن تنتظر الترخيص، والترخيص 7% فقط كما أسلفت هو الذي يقبل، فالفلسطينيين يبنون، وبالتالي هي حرب شاملة على الثقافة وعلى المقدرات. تصور أخي أن إسرائيل تجعل الفلسطيني يدفع ما يسمى بضريبة الأرنونة. ضريبة الأرنونة هي المسقفات، يعني أنت تدفع ضريبة كل سنة على بيتك، كم مساحته وعدد الأسقف، كل سقف وكل طابق والمحل التجاري، وهي ضرائب لا تتناسب مع مستوى الدخل والمعيشة المتفاوت ما بين يعني تضيق عليهم لتدفعهم إلى الخروج والتنازل عن بيوتهم. ولكن وزير دفاع الاحتلال أكد أو زعم أن إسرائيل تحافظ بصرامة على حقوق المسلمين في القدس بعدما جرى اليوم، إلى أي مدى يثبت عدم قانونية ومشروعية خطط الاحتلال؟ أولا هي سلطة قائمة بالاحتلال، ليس سلطة شرعية لكي تقوم بمنح يعني أناس وهم أصحاب الأرض حقوقا
تدعيها. بالعكس يعني الكاميرات ووسائل الإعلام نقلت همجية هذا المستوطن وهمجية ذاك الجندي الذي يحميه في الاعتداء على البنت الصغيرة والمرأة والطفل. يعني أين نخوة العرب؟ أين نخوة المسلمين حين يرون هذه المشاهد المؤلمة الفظيعة التي تستفز يعني كل ضمير حي؟ يروا مدينة القدس التي كانت قبلة المسلمين الأولى، ويروا كل مسلمة حرة عفيفة هي تصمد وهي ترسخ وهي مرابطة، لكن ما من نصير، ما من ظهير، ما من صوت، يعني صدى صوت في أي عاصمة عربية. لم نرى هناك أي تظاهرة، أي خروج، أي احتجاج، أي لافتة، يعني سوى يعني بعض المعارك الوهمية على بعض مواقع السوشيال ميديا. وهذا يقودنا إلى سؤال أنه كيف أسهم المزاج والسياسات الدولية بوصول الاحتلال لهذه المرحلة من الاستهانة وتهديد هوية الأقصى الدينية والفلسطينية؟ العكس هو صحيح. ما كانت إسرائيل لتصل إلى هذا الوضع لولا أنها خدرت الأنظمة العربية. يعني الأنظمة العربية وقيادتها ليست نتيجة لحدوث الاحتلال، بل الاحتلال هو نتيجة هذه الأنظمة. نعم. العكس هو الصحيح. لولا هذه الأنظمة الخائنة المتخاذلة البعيدة عن نبض الشارع ونبض الأمة الحي، الأمة لا زالت بخير، كلها تشعر بفلسطين وكلها تنتمي، تعرف الصواب، ضمير الأمة وبوصلتها صحيحة. لكن هذه الأنظمة للحفاظ على كراسيها يعني تواطأت مع الغرب، وبالتالي تسكت عما يجري للشعب الفلسطيني. أشكرك الشكر الجزيل الدكتور سعيد الدهشان، أستاذ القانون والمتخصص في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضورك معنا في بانوراما الرافدين.